من يتذكر من سنين ومن سنوات التخزين الملموس ديسكات الفلوبي أصبحنا اليوم ما نحتاجها ولا نحتاج إلى شراء القرص بعد ذلك طبعا أصبح بإمكاننا التخزين عبر الغيمة أو الكلاود بأكثر سعة ممكنة. كيف سار أو صار هذا التغيير وكيف سار هذا المسار إلى أن وصلنا إلى الغيمة؟ عسى ما تمطر غيمتنا إلا بالخير. للمزيد ينضم إلينا من الرياض فيصل السيف، مهتم ومؤثر في التقنية. أهلا بك معنا فيصل، صباح الخير. طبعا ما لحقنا عليه كمان هذه الأقراص. لا اليوم نشتري غيوم يا فيصل. لحقنا على الغيمة من الحمد جد لله. اليوم نشتري غيوم. يا صباحكم فل ورد وياسمين. وترى كثير من الجيل الحالي ما يعرف بالضبط التاريخ حق مساحات التخزينية وأهميتها، فبالفعل اليوم غيوم، ولكن أول ما كانت الغيمة موجودة كان فعليا في يدنا نمسك بيانات. طيب خلينا نتكلم عن المراحل اللي عدت بها هذه الديسكات وإلى حتى وصلنا إلى الغيمة. جميل جدا. والحين خلينا نشوف الغيمة هي الشيء الحالي، فخليني هالمرة أجرب شيء مختلف ونرجع شوي للخلف مع نفس المعلومات. فأكيد كثير منكم يعرف الأقراص الصلبة اللي تربط مع الكمبيوترات، وهذه أحد الأنواع اللي نقدر نقول نوعا ما في عمرها 15 سنوات، ما هو ذاك الشيء، ونتكلم على مساحات بال 640 جيجا. قبلها كان عندنا DVDات، ونفس الأقراص هذه اللي موجودة كDVDs أو نقدر نقول أقراص هذه بساعتين هذا لا والدي ال بالضبط هذه ساعتين نتكلم عليها، ونتكلم على النسخ الاخرى اللي اصدرت منها. نرجع شوي كمان بالتاريخ هنلاقي انه كان عندنا شيء اسمه CDات، وكان ابتكار ثوري وقتها لما السي دي كان فيه الار دبليو، يعني تخيلوا السي دي ما ينكب تكتبوا عليه وترجعوا تقدروا تكتبوا عليه مره ثانيه. بس الحين لو رجعنا هنلاقي نوصل الفلوبيات، والفلوبيات اللي كانت تجيب لنا البرامج الأساسية، وهالبرامج كان يبغى لنا أكثر من قرص صلب. فهنا لو أقول لكم أنه واحدة من الصور اللي تأخذها جوالاتكم اليوم تقريباً تحتاج إلى 5 أو 6 أقراص فلوبيات من اللي كانت موجودة عندنا في التسعينات. إنترنتك يا فيصل عشان صورة يا فيصل الإنترنت يا فيصل أنا لازم تغير الراوتر. إيه من جد الحين رجعنا. إيه كم فلوبي نحتاج ننزل؟ نحتاجوا 6 فلوبيات عشان تقدروا تخزنوا صورة واحدة فقط. هذا نتكلم على الوضع اللي أول موجودين فيه، الصور الحالية اللي موجودة عندنا في جوالاتنا 6 أقراص مريا. وهنا نتكلم على مساحة مو بالجيجا ولا بالتيرا، نتكلم على 1.4 ميجا بايت لكل واحد من هذول. نرجع شوي للخلف وحنلاقي عندنا أقراص موجودة بمساحة 5 إنش كحجم، وكانت هذه تسمى لو قارنا نفس المساحة مع بعض مع الفلوبيات، فخمسة من هذول إلى 7 يساوي 1 من هذه الأقراص. اللي يشوف حجمه يقولها ياخد أكثر. هذا ما لحقنا عليه. أيوة أنا لحقت عليه. هعترف الحين. لحقت عليه؟ ما شفتوش ده. أي سنة هذا يا أي سنة؟ طبعاً هذا يطلع بالسبعينات، ولكن كان لسه استخدامه موجود عندنا هنا بالثمانينات والتسعينات، كان لسه موجود قارئات الأقراص حقته، ما كان عندنا الوسائل الفلوبيز اللي هي المنتشرة، فكان هذا لسه لحقت عليه يعني. إيه على إيه إنت شايب عادي معنا. أنا لحين شباب. طيب خلي أسأل بأنه اليوم كم اليوم مثلاً تشتري الغيمة أو التيرا بدولارين أو اشتراك شهري أو إلى آخره؟ بالسابق الأسعار أيضا كانت غالية بالنسبة للديسك فلوبي ديسك إلى آخره. صحيح، تكلم على $2 تقريبا كان مساحة واحد من الـ SSSDs اللي زي كذا اللي هي الأقراص اللي تجي جدا مرنة. فهنا نتكلم على مساحة 0.25 ميجا تقريبا في أفضل الأحوال، 300 وحاجة كيلو بايت بس. فتخيلوا لو أنتوا حاليا تبغوا تاخذوا نفس حزمة البيانات اللي موجودة عند أكثر الناس اللي هي 32 جيجا كمساحة تخزينية داخلية، نحتاج من هذول بالآلاف يكون عندكم بالآلاف. فالسعر نعم كان على وقتها جدا غالي، وفي شيء كثير أنا ما لحقت عليه، 8 أمش
هذا اللي الناس كثير مننا ما شاء. هذا اللي كان بداية السبعينات أو منتصف السبعينات طلع. وهنا نتكلم على 200 كيلو بايت، تخيلوا شوف الحجم، هذا 200 كيلو، بعدين صار الأمور أحسن، صارت 300 كيلو، دخلت هذه يعني المساحات التخزينية وحياتنا بقت أسهل. شكرا جزيلا لك فيصل السيف، مهتم ومؤثر في التقنية على كل هذه. أنا أكبر منك يا فيصل، أنا أكبر منك عمرا. حبيبنا شكرا جزيلا.